نعم، عدنا من الفاصل. ما هي أوضاع البيوت المهددة بالهدم في مدينة الطيري؟ ما هو عدد البيوت المهددة بالهدم؟ وأيضا ما هو عدد المصالح التجارية التي تلقت أوامر بالإخلاء؟ أستضيف معي هنا في برنامج هذا اليوم دكتور يوسف بشارة، مدير مدرسة سابق في الطيري وأيضا مشارك في النشاطات التي تنظم في الطيري في الآونة الأخيرة، ومنصور منصور أيضا ناشط اجتماعي مواطن من الطيرة ومطلع على كل موضوع أوامر الهدم وأوامر الإخلاء في مدينة الطيري. دكتور يوسف مساء الخير. يعطيك العافية، أهلا وسهلا بك أستاذ منصور، مساء الخير. نعم دكتور يوسف بشارة، إذا أطلعنا على التفاصيل على المعطيات، شو اللي بيصير بالطيري؟ ما هو عدد البيوت اللي تلقى أوامر هدم؟ شو مع المصالح التجارية؟ شو اللي بيصير بالطيري؟ في الشهر هذا في يوم 11 و12 من الشهر الحالي وصلت إنذارات إخطارات ل 129 شخص من 200 شخص يخلوا محلاتهم التجارية أو الورشات اللي إلهم، مثل ورشات دهان، ورشات حدادة، ورشات نجارة وإلى آخره. هذول موجودين في المنطقة الصناعية أم إنه في محلات اللي موجودة داخل المدينة داخل الطيري؟ ولا في منطقة صناعية، لا في الطيري ولا في أي محل بلدة عربية أخرى. وتعرف في مماطلة عن التخطيط، واليوم قاعدين بيودوا لهم انذارات، وانذارات صعبه جدا وغرامات عاليه جدا، غرامه 300,000 شيكل اذا بيخلهوش في منطقه في فتره محدده. هسه في ناس استدعوهم وراحوا حكوا معهم، هذا حسب قانون كيمينتس. نعم. واللي بيستدعوهم هم موظفين عاديين بدون، مش رسميين يعني، هذول اللي اخذوا. انت تقصد لجنه التخطيط والبناء المحليه هي اللي بتدعيهم ولا مين؟ لا اللي بدعوهم حسب قانون كيمينتس، كيمينتس نفسه بالقدس، في القدس وزارة المالية. نعم. وهي موظف عادي بيستدعي هذا الشخص، هو اللي بيفرض عليه، وكأنه لأنه هو كيمينتس هو نائب المستشار القضائي. فخولوا وعطوه هاي الصلاحية يكون في هذا العمل، ماشي. يعني هو بكفر الطريق. نعم. على القضاء، على المحاكم يعني. وكأنه يعني تم استدعاء كم مواطن من الطيري تم استدعاء للقدس؟ هم اللي وصلوا لهم، اللي وصلوا لهم انذارات 129، واحد من 200 لسه. انت هنا بتحكي عن انذارات باخلاء المحلات التجاريه. هذا شق. وشو مع البيوت المهدده بالهدم؟ هسه في ناس اللي معهم ترخيص من البلديه على اساس انه منطقه زراعيه للاستعمال الزراعي فقط لا غير، ولكن هم يودوا للناس اللي هم بانيين استعملوا هذه الرخص لأشياء ثانية مش للزراعة، استعملوها للنجارة للحدادة لأشياء ثانية. نعم أستاذ منصور أنت عندك معلومات؟ أنا وصلني أنه أيضا من أقربائك تلقوا أوامر؟ في كثير من أقرائي. القضية شخصية، القضية عامة للبلد. نعم. كلياتها وللوسط العربي كلياتها. بس في الشك أن هذا القانون هو قانون عنصري بشع إجرامي، اللي هو أجا يعني أخذوا لنفسهم الصلاحيات مخالفة الناس وفي تسريع أوامر الهدم والمخالفات وعقاب الناس، حتى يعني سحبوا هاي الصلاحيات من المحاكم وأعطوها للجان اللوائية اللي هي موظفين في هاي اللجان، بيجوا بحكم على الناس بأحكام جائرة اللي هي يعني فيش عليها يعني تقدر تستأنف عليها، يعني هم حتى أضعفوا المحاكم، يعني صاروا كأنهم أقوى من المحاكم. فالأمر هذا أمر صعب. كمان هاي الغرامات مستمرة، مش يعني إنه بيجي بلكو، يعني اللي صار هسه حاليا للتحديد هم ما أجوا لأوامر هدم، اللي أجى حاليا هو أوامر على الاستعمال المغاير، شموش حريق بسموه. هلا بنحكي عن مصالح تجارية، هي كلها مصالح تجارية، كل المصالح هي اللي صار عندها، لأنه بسبب الضيق الموجود في الطيري والشكل بشكل الوسط العربي بشكل عام، إنه الناس بضائقة. يعني في ناس بدت من قبل 10 سنين أخذت رخصة زراعية وراحت فيها رخصة زراعية عملت مصلحة إلها، اللي بيشتغل بالمحددة منجرة كل المصالح الموجودة بالطيري، هي أغلب عندنا منطقة صناعية محدودة لحد اليوم فيش عليها مصادقة بشكل رسمي. المنطقة الصناعية بالطيري غير مصادق عليها؟ غير مصادق عليها بالسنة بالأشهر الأخيرة، أخذوا موافقة على الخارطة اللي هي قيد التنفيذ، واللي بنتأمل إنه بالفترة القريبة. طب شو عادين بتعملوا؟ اللي هي عبارة عن 400 دنم. حلو. يعني اللي هي مش منظمة، حتى البناء فيها غير منظم وفيها مشكلة. بنتأمل بالقريب إن هاي المنطقة الصناعية يعني يصادق عليها بشكل رسمي. بس المشكلة الحالية موجودة هي 2400 دنم اللي هني بالخطط هاي
خطط التنظيم القطرية اللي بيعملوها هاي التامة وابصر ايش كلاتها. في اجوا خططوا اعلنوا عن منطقة خضراء اللي هي تقع بين شارع ستي وبين وادي اسكندر اللي هي عبارة عن 2400 دونم من ارض الطيري، اعلنوا عنها منطقة خضراء شاتح ارض خضراء، ارض خضراء شاتح ياروك انت قصدك، شاتح ياروك وفي بتوح ميوحاد قالوا لها انه هاي ما نقدرش نعمل فيها اي شيء، يعني هم هذه اعدموها. وهذه الارض تطبع للطيره، هذه الارض اراضي الطيره ملكيه خاصه لاهل الطيره اللي بدهم يمنعوهم يعملوا فيها اي شيء في الدنيا، بدهم اياها تبقى متنفس منطقه خضراء للي قاعدين في اقبالنا. حلو دكتور يوسف، اذا يعني. يعني وفقا للمعطيات وهذا الواقع شو انتم بتسووا معنا هسه بالطير؟ شو بتخططوا؟ اولا احنا في خيمه اعتصام، احنا بنجمع ناس وبيجي بنقعد احنا وياهم، وكديش بنقدر نجمع ناس اكثر مشان تكون في هبه جماهيريه، وبنستدعي كمان اعضاء كنيسة اللي بيشرحوا اول مره. بس برضه الجانب المهني هسه اليوم حدا بيشتغل على الجانب المهني. ايوه اليوم كانت في جلسه في البلديه مع التخطيط البديل ومع كمان عداله، واجوا وسمعوا من المهنيين من المهندسين ومن المحاميين انهم يحضروا نفسهم مشان نعمل التماس، يعملوا التماس في محكمه العدل العليا، مشان هذا الالتماس كمان يساعد اعضاء الكنيسة في الكنيسة انهم يطالبوا يثيروا الموضوع، مشان يثيروا الموضوع ومشان الغاء هذا. تم التوجه لاعضاء كنيسة تم التوجه لاعضاء كنيسة وهم متابعين الموضوع، ومتابعين الموضوع وهم كانوا مستعدين. نعم استاذ منصور، احنا في صحيح بنشتغل عده مسارات. المسار الاول اللي هو المسار القضائي نقول، اللي هو احنا فيه طبعا عندنا لجنه محامين اللي راح تترافع وتتابع الموضوع بالشكل القانوني. في عندك المجال التنظيمي، في عندنا جمعيه المهندسين في الطيري الى جانب البلديه بدوا يشتغلوا على جرد هاي المنطقه وتحضير خرائط فيها، مشان لما نتوجه للمحاكم ايش يكون في عندنا معطيات واشياء نقدر نطالب فيها انه يعطونا بقسم من هاي المناطق ايش اللي يسمحوا لنا فيها انه يكون فيها مصالح. وكمان في توجه لاعضاء الكنيسة، بس بدي اقول من هذا المنبر يعني توجه للناس لاصحاب الاراضي وللمواطنين عامه في الوسط العربي وفي الطيري خاصه، انه بدون يعني ما بكفيش انه يكون عندنا نضال داخل الكنيسة داخل البرلمان، بده هذا دعم جماهيري، يعني المفروض الناس يعرفوا في البرلمان انه في ناس اللي بال في 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 الساحه اللي هي ضد هذه القرارات. يعني انتم تخططون انتم تخططون لوقفات مثلا احتجاجيه، لوقفات شعبيه، لمظاهره معينه، يعني مو برضه يعني هاي الخطوات طبعا وفقا للقانون احنا بنحكي. طبعا احنا بس وفقا للقانون مش رايحين، بس انا بقول دائما وفي بذكر الناس انه احنا في كنا بالطير بالذات في انه وقفه ونضال جماهيري بالنسبه لشارع ستي، اللي من خلال هذا الوقوف والمظاهرات اللي صارت قدرنا نحقق انه نحصل على امر بانه تعويض ارض مقابل ارض، ما كانوا بدهم يعطوا ارض مقابل ارض، واحنا نجحنا عند اقامه شارع ستي، عند اقامه شارع ستي، واحنا بنكون كمان رايحين نناضل بكل الجهات مع داخل البرلمان ونضال جماهيري طبعا في حقوق على انه يلغى هذا القانون، لانه هذا قانون عنصري اذا استمر، لانه اللي بصير هنا قاعد بالنسبه للطيري ما تتخيل شيء بسيط اجت انذارات، هي كارثه بالنسبه للطيري. سؤال اخير، الكارثه اللي راح تصير في الطيري، الكارثي انه اولا انا في على سبيل المثال في احد المحلات واحد مستاجر، في يهود مستاجرين الاراضي عندنا في الطيري وعاملين فيها مصالح، وبتعرف والناس بنتفعوا من هاي الشغله. انا بعرف في واحد مثلا اللي في التماس ضده واضطروا ماشي، بس بدون بديش ادخل انا، لا مش لشخص خاص، لا في قضيه، شو القضيه في هذا المصنع؟ بيشتغل حوالي 70 واحد من الطيري، وبعدين بدفع ارنونه للطيري مسقفات حوالي 750 ألف شيكل، وكمان في الناس منتفعوا من هالشغلة. طلع كديش في هدول الورشات، كديش فيهن عمال، كديش لسه منتفعين. نعم. هدول الناس لما يطلعوا بكرة وعائلات. كلمة أخيرة، نعم كلمة أخيرة. المصالح وكمان للبلدية زي ما ذكر أبو العبد، يعني الصحيح فيها كارثة، يعني غير كل الأشياء هي برضو كارثة اقتصادية. في عائلات يعني اللي بتشتغل ومصدر رزق للعائلات. نعم. مئات العائلات، مئات المشتغلين. سنتابع هذا الموضوع أكيد، سنتابعه ولن نتوقف عند هذا الحد، ودائما سنتواصل معكم. معكم أهلنا في الطيري، شكرا جزيلا لكم. شكرا. نعم إذن ننتقل إلى